ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ ده درس جديد بيتكلم على تدريبات عامة. تدريبات عامة على كل الحاجات اللي احنا اخدناها وتعلمناها في مادة اللغة العربية. طبعا لو هنفتكر مع بعض، اخدنا ضمائر الغائب هو وهي، وكنا عارفين ان هو للمفرد المذكر وهي للمفرد المؤنث. طب نيجي نكتب الضمائر دي مع بعضنا. تقفز يبقى هي تقفز، ينام هو ينام، يجري هو يجري، تطبخ هي في النشاط ده بيقول استخرج المد واذكر نوعه والحرف الممدود. زي ما احنا عارفين اخدنا المد بالالف والواو والياء، جايب لي كلمات كتيرة مختلفة فيها كذا انواع مختلفة من انواع المد الالف والواو والياء. هنيجي نقرأ الكلمات ونشوف مع بعض. كلمة باب مد الف الحرف الممدود باء، ابي مد بالياء الحرف الممدود باء، توت مد بالواو المد الحرف الممدود تاء، كتاب مد بالالف الحرف الممدود تاء، كبير مد بالياء الحرف الممدود باء، عصفور مد بالواو الحرف الممدود فاء. في النشاط ده بيقول اكمل الجملتين التالتين بكلمة مضاف اليها ياء الملكية. طبعا احنا فاكرين مع بعض ياء الملكية، اني بنضيف ياء الى اصل الكلمة، والياء دي بتعبر عن ملكيتي لهذا الشيء. يعني لما اقول كتاب، لو ده كتاب حاجة بصفة عامة، لو عايز اقول الكتاب ده بتاعي انا يبقى اقول كتابي، بضيف لها ياء ملكية. طب انا احب مدرستي، نقط جميلة، ممكن اكتب ايه؟ جميل، بيتي جميل. في النشاط ده بيقول اقرأ وصل، هذا فيل كبير، هذه بنت جميلة، هذا جد حكيم. نوصل هذا جد حكيم، نوصلها بالصورة الأولى. هذا فيل نوصلها بالصورة الثانية. هذه بنت نوصلها بالصورة في النشاط ده بيقول أكمل بأنا أو نحن. زي ما احنا فاكرين مع بعض، أنا ونحن دوي ضمائر متكلم، وأنا للمفرد المذكر والمؤنث، ونحن للمثنى والجمع المذكر والمؤنث. ولد بقول أنا ولد، كبار نحن كبار، أولاد نحن أولاد، مهندس أنا مهندس، صغير أنا صغير، أصحاب نحن في النشاط ده بيقول ادمج المقاطع لتكون كلمة. أقلام أقلام، نكتب مع بعض أقلام، طبيب نكتب مع بعض طبيب، طيور طيور، خيار نكتب مع بعض كلمة. في النشاط ده بيقول حول المذكر إلى مؤنث والمؤنث إلى مذكر. طيب معلم نحولها إلى مؤنث تبقى معلمة، طويلة نحولها إلى مذكر يبقى طويل، جميل نحولها إلى مؤنث تبقى جميلة، مهندسة نحولها إلى مذكر تبقى مهندس. في النشاط بيرسم دائرة حول الكلمات التي بها مد بالألف. كتاب فيها مد بالألف، أسد طبعا لأ، نبأ لأ، كأس لأ، تاج فيها مد بالألف، حصان فيها مد بالألف. في النشاط ده بيقول حدد الحرف الممدود في الكلمات التالية. الحرف الممدود، نركز يا أصحاب، الحرف الممدود مش حرف المد، الحرف الممدود هو الذي يسبق حرف المد. عندنا كلمة قطار الحرف الممدود طاء فتحة، حمار الحرف الممدود ميم فتحة، خضروات فيها اتنين مد بالألف، الراء فتحة جه بعدها مد بالألف، والواو فتحة جه بعدها مد بالألف، سحاب الحاء فتحة جه بعدها مد بالألف، خيار الياء فتحة جه بعدها مد بالألف. في النشاط ده بيقول عبر عن الصورة مستخدما هذا وهذه. طبعا احنا فاكرين هذا اسم إشارة المفرد المذكر، وهذه اسم إشارة المفرد المؤنث والجمع غير العاقل. طبعا كتاب هنقول هذا كتاب، قطة هذه قطة، كرة هذه كرة، قلم هذا قلم. في النشاط ده بيقول أكمل بأنا أو نحن. ك
كبير يبقى هقول أنا كبير. بنات نحن بنات. أصحاب نحن أصحاب. ولد أنا ولد. طبيب أنا طبيب. صغار نحن. في النشاط ده بيقول استخرج المد وأذكر نوعه والحرف الممدود. كتاب طبعا فيها مد بالألف والحرف الممدود تاء فتحة. حوت مد بالواو والحرف الممدود حاء ضمة. كبير مد بالياء والحرف الممدود باء كسرة. في النشاط ده يا أصحابي بيقول اختار الكلمة المناسبة. هذا ولا هذه ولد كبير. طبعا ولد ده مفرد مذكر يبقى هنستخدم اسم الإشارة هذا. اللي بعدها أنا ولا نحن أحب أبي. أحب دي مفرد يبقى أنا أحب أبي. اللي بعدها هذا هذه بنت جميلة. بنت دي مؤنثة يبقى نختار اسم الإشارة المفرد المؤنث. هذه بنت جميلة. أنا ولا نحن نلعب الكرة. طبعا جمع يبقى هنكتب نحن نلعب الكرة. هو ولا هي يرسم الرسم. يحب الرسم. يحب الرسم دي مفرد مذكر يبقى هنقول ضمير الغائب هو يحب الرسم. تطبخ الطعام هنقول ضمير الغائب هي تطبخ الطعام للمفرد المؤنث. في النشاط ده بيقول حول المذكر إلى مؤنث والمؤنث إلى مذكر. طبيب نحولها إلى مؤنث طبيبة. كبيرة نحولها إلى مذكر كبير. صغير نحولها إلى مؤنث صغيرة. كريمة نحولها إلى مذكر كريم. في النشاط ده بيقول عبر عن الصور التالية مع إضافة ياء الملكية. هنكتب أخي مضاف لها ياء الملكية. كلب يبقى نضيف لها ياء الملكية كلبي. بيت نضيف لها ياء الملكية تبقى بيتي. مدرسة نضيف لها ياء الملكية تبقى مدرستي. كده يا أصحابي نكون استفدنا من كل الأنشطة ورجعنا كل القواعد أو أغلبها اللي أخذناها في الفترة اللي فاتت. باي باي يا أصحابي وأشوفكم في درس جديد.